رجعليكم من جديد 7:23 دقيقة. مرحبا مرحبا من جديد، مازلنا معكم واصلين حتى الثمانية متاع العشية. ضيفتنا كانت بدايتها على اليوتيوب، هي تونسية مقيمة في فرنسا، غاديك تعرفت غاديك عرفت ظهر لي الشهرة، واليوم هي موجودة في بلادها في تونس جربية 100%. نحكيكم على سامية عرزمان، أهلا وسهلا. مرحبا. من الاستقبال تقولش علينا مياه في الاستوديو. شوف كيفاش بالتصفيق والتصفيق نحسوا في البروفيسيوناليسم متاعكم تبارك الله عليك. عايشك يا سامية، شحوالك؟ أنا ديما لباس الحمد لله. الحمد لله لباس. مادام في بلادي منكون كان لباس. لباس أكثر في بلادك؟ بتبيع ولا في فرنسا خير؟ لا 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 خليها غادي فرنسا. هاو يحبوا يخرجوا يمشيوا لبرا. خاطر ما يعرفوش، ما يعرف قيمة بلاده كان ما يبعد عليها. زعما والله باش يقولوا لي خلينا نبعدوا برك. اما ما يعرفوش والله ما يعرفوش. ما بالكش خاطرك تجي فاكونس انت ما تعرفش ليه 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 ليه. قعدت بثلاثه شهور في جره بعضهم وخدمت شويه في تونس. اما بلادك تبقى بلادك. شنو هي اكثر حاجه كيريتها في تونس ما عجبتكش هك قلت لي؟ ما عجبتنيش ولا اللي عجبتني؟ ما عجبتكش ما عجبتكش شفتها كعوج نقولوا العوج الوسخ لوسخ لوسخ ماناش متربين، معناها واحد يحل الشباك باش يطيش حاجه ما نفهمهاش، توقف المخ. انت في دارك ما تعملهاش، علاش تعمل فيها البر؟ ما نفهمش. صحيح ان شاء الله العقليه تتبدل، الناس تتبدل، كل واحد كل يبدا بروحه. فما شارع بيئه، اما بيئه ما فهمش. فماش بيئه. حلوه هذه. شارع البيئه وفماش بيئه. ان شاء الله ان شاء الله في المستقبل. ان شاء الله نتربوا ان شاء الله. ان شاء الله تونس تكون خير واحسن. مشاركت في الاستفتاء؟ استفتاء مشيت فوتيت. لي خاطر ما نفهم منه حتى شيء انا، دونك باش جو في فوتي بوركوا بوركي الله اعلم. ما قريتش ما قراولكش الدستور ما فهموكش؟ معناها السياسه بصفه عامه سوى في فرنسا ولهنا ما نفهم منها حتى شيء. لا 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 هي بحاجات اهم. لا هي بحاجات اهم. اي لا هي نضحك لك بالعبيد. الارتيست ينجم يضحك على السياسيين وينقد السياسه. فما لي زوتر يكون فما كريتيك. رجع انا في مخي عمري 8 سنين، بنية متاع 8 سنين تنجم تحكي معها سياسة؟ لا أكهو محليك والله. محليك والله كيكا شريت راحت بالك. الحمد لله. شريت راحت بالها. جوسفين بوفان هكا بهلولة. معناها أنا بهلولة. بهلولة؟ إيه. علاش سميتها هكا؟ خاطر العباد يحسبوني بهلولة. حشيك؟ خاطر حتى ولكن ساعات نحب نقول لا وقت يطلبوا من عندي حاجة فمي ما ينجمش نقول اي. يقولوا كلمة لا ما تجيب بلا. أما قدية أنا وي وتربينا هكاكا، معناها أهلنا هكاكا الله يرحمهم كانوا تعيش تراهم إن شاء الله كانوا ديما يغون سيرفيس هاتمون يعاونوا في العباد، دارهم ديما محلول يعاونوا في الناس الكل وما يعرفوش يقولوا لا حتى كانت تغدرهم وهم ديما مساكن مسامحين. هي هي تتعلم راهي هذيا لازم واحد يخدمها. بديت نتعلم تعلم كيفاش يقول لا ما نعملش هذيا الحاجه راني ما نحبش نعملها بشويه بشويه على خاطر ترجع عليك من بعد. لو وليت نفرغ قلبي سيغ سان هذيك حاجه اخرى. صح عليك نحبر. يعطيك الصحة نجي معاك. مرحبا مرحبا. ديما نفرغ قلبي. واحد يعبي 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 ويفرغ سيغ سان. سيغ سان حتى حد ما يتغشش عليك خاطر يعرفوا اللي انت جايه باش تضحكي العباد. دوك حتى ولكن تحكي على حاجه صارت لك العباد تضحك خاطر ما تاخذش عليك تقول نو مي حكايه حكيتها باش تضحك بها العباد وكهو راهي مش صحيحه. وهي صحيحه. وانت تحكي على روحك. نحكي على الواقع. الواقع الكل. اي في الدنيا تضحك علاش باش نطلع حاجه من مخي. الدنيا تضحك والله كلمه. ما انت ما اخذتها بضحكه زاده ساميه برشا يحتمل. احنا تربينا هكاك كل حاجه تضحكنا. وتتغشش ساميه ولا اي؟ ساعات نتغشش وقت نشوف العوج. انا نحب الحق وكان نشوف حاجه خارجه من الحق هذيك تتغششني. وينجم ظلم يعني ما تحبش الظلم. كلمه قعدت نلوج عليها ما لقيتهاش. يرحم والديك. انا معك انا معك. يعطيك الصحه. ميرسي ما نحيرش معك. لا لا ما تخافش انا معك. دونك ما نروحلوش قدره ربي. دونك كان في بالي المسرحيه تحكي على روحك وعلى حياتك وعلى عائلتك. اي دونك علاش ساميه ما تخرجش من الزون دو كونفور خلينا نقولوا؟ خرجت من زون دو كونفور خاطر حكيت على حاجات اللي نورمالمون ما يتحكيوش. مثلا نحكي على لو فيت اللي عندي توا 19 سنه اللي ما عرفتش ما جبتش صغار. قبل نورمالمون الحاجات هذوما ما نحكيش عليهم خاطر عندنا احنا عيب. تي فوا باش تحكي على الولاده لازمك تدخل في الانتيميتي نتاعك نورمالمون ما تتحكيش خاصه قد انا احنا جماعه جنوب كل شيء عندنا عيب. وانا خرجت من لازون دو كونفور كومام اللي وليت نحكي على الشيء هذاك على خاطر لازم شكون يعبر على الشيء هذاك خاطر فما برشا نساء قاعدين في نفس الديفيكولتي وما لقوش شكون يعبر.
دونك انا وليت نعبر ونحكي باش نخفف على قلوبهم شويه. يعني ضحكتهم على وجعتهم. بالضبط هذيك هي. هذه الرساله اللي نوصل فيها من البدايه متاع خدمتي. ماذا بيا معناها كل حاجه وجعتني نبدلها ونعطي بها برشا ضحك وشويه هبال. والحمد لله معناها الاول سبيكتاك نحكي على العنصريه اللي صارت ديجا في عائلتنا اللي اهلي ما خلونيش ناخذ في الاول راجل اسمر. بعد حكيت على العنصريه مع الفرنسيس اللي احنا مولودين غادي كبرنا غادي ومهما تعمل ومهما تكون جامي باش يقبلوك ديما معناها انت عربي عربي. نحكي على لو فات لي جوستمون عندي برشا اللي عرست وما جبتش صغار والعباد اللي يجي توجعك تجي توجعك وتنبزك بحاجه اللي انت ما عندك حتى دخل معناها ما تنجم حتى شيء تو انت. نحكي على السوسيتي اللي احنا عايشين فيها وعلى العباد اللي ساعات بالكلام توجعك من غير ما تشعر ومن غير ما تخمم قبل ما تخرج حاجه من فمها. ومازال عندنا برشا ما نحكيو فرانشمون. اما راها شجاعه كبيره منك انت انك حاجه توجعك تقلقك متصوره مش سهل عليك انك تحكيها قدام الناس كل. اي مي لي انا هذاك هو هذيك هي خدمتنا. الفنان شنو هو خدمته؟ يهز الهم الكل نتاع الدنيا هذه. كومون دي لو فوميي اون عرب؟ الغبار. الغبار نتاع الدنيا يحرث به ارضه ويخرج اعز غله واعز نوار باش يفرح العباد في حياتهم. هذيك هي خدمتنا. علاش ديما الفنان اللي توجع اكثر هو اللي يبدا اضمر من الاخرين؟ على خاطر تحس بغيرك وتفهم، واذا انت تحس وتفهم تنجم تعبر وتنجم تنحي خمجه على قلوب الناس، تنجم تفرهدهم تخرج لهم المخبي الكل وتخرجوا لبرا وتضحكهم على رواحهم. ويمكن فما ناس يعملوا فيه يحرجوا ناس اخرى ينجموا يفهموا رواحهم والمساج يتعدى. خاصه ما نعرفش انا تو جاي لبالي هكا برشا فنانين كوميديين كانوا يضحكوا من بعد كي اكتشفنا حياتهم لقينا فيها برشا برشا احزان وبرشا كثر الهم يضحك يا مدى في بالك ولا لا؟ تنبير وتنقعير احنا يعني اقوى يعني بشتولي شعب في العالم تولي قاعده ساميه يعني اللي يضحك برشا يبدا في حياته متقلق برشا بطبيعه لي انا سي اون ايفيدونس خاطر كي تشوف معناها العباد اللي تضحك اكثر من الاخرين هم اللي تلقى فيهم معناها اكثر مشاكل. مي خاطر يحبوا ينسوا مشاكلهم وينسوا العباد زاده ومعناها تحس بوجعة الناس وماذا بك تخفف عليهم. دونك باش تضحكهم وتنسى مشاكلك انت باش تضحك الاخرين. محلاك يا سامية انت احلى عايشك انت احلى محلاك ومحلى كلامك ومحلى لي ميساج اللي تعدي فيهم معناها تحس هكا فما انرجي بوزيتيف قاعده تتعدى من عندك انت. نحاولوا نكونوا سلبيين في الدار نبكوا وحدنا وبعدين نمشوا نضحكوا العباد. يزينا من السلبيه. انتم اليوم انتم موجودين باش نفرحوا على العباد وباش يخليهم ينساو مشاكل تونس كلها مشاكل معناها. دونك الفنانين كثر لهم يضحك. وين باش نلقاوها المسرحيه ان شاء الله؟ في برشا بلايص الحمد لله يا رب بدينا نخدموا الحمد لله. قيدتهم خاطر مانيش حافظتهم الكل. غدوه ان شاء الله في مهرجان الكاف. كانت لو بروميي في قفصه اما اجلوها بور دي بروبليم دو سيكوريتي. كان معنا المدير قبيله شويه. داكوغ دونك سا فا اتخ لو 20 ان شاء الله. ان شاء الله 20 اوت 3 اوت في جرجيس 5 اوت في جيبس 6 اوت في الاليونس فرونسيز نتاع جربة 8 اوت في راس جبل دوز ان اندروا كي سابيل لا بيرلا 10 اوت في الاليونس فرونسيز نتاع بنزرت 12 اوت في سينما باتي نتاع سوسه 13 اوت في الاليونس فرونسيز نتاع قروان و 14 اوت في المسرح نتاع ميدون في جربة غادي ومازال دحرثوا باش نجموا نوصلوا حتى لصفاقس وكان نجمنا منستير حمامات وتونس. دونك كانوا يسمعوا فينا مولا دي سال مرحبا بكم. كونتاكتي وسامي كونتاكتي خاطر الجمهور يزنزن على لي ميساج سوغ انترنيت وكان يقول علاش ما تجيش كدانا كل واحد ماذا به نجي نعمل سبيكتاك في الصالون نتاعو فيه. ماذا به كل واحد وحده عنده هو ان شاء الله. هذه حاجه باهيه معناها توريك محبه الناس ليك انت وهذه حاجه ما تنجم كانت تفرحك ساميه. ساميه نحب نسالك الفرق بينك وبين الجمهور التونسي كي تعرض له في تونس وبين الجمهور كي يكون في فرنسا، فما فرق بيناتهم ولا ليك نفس الرياكسيون نفس الجمهور التونسي ولا بصفه عامه؟ نحكي على تونس وعلى فرنسا. نو مي الجمهور اللي في فرنسا تحكي على الجمهور التونسي ولا الفرنساوي؟ يجيوك فرنساوي؟ اون فيت الصاله ديما معبيه بكل نوع وكل لون وكل الاغلبيه شكون؟
مخلطين، اما توانسة نلقاهم في كل بلاد، خاطر انا درت 20 بلاد بسبكتاك ما شاء الله نمشي الكامغون، انا نبدا في الوتيل وناس ما واحد يحكي بالتونسي، قلت له اش تعمل هنا انت اش تعمل هنا اش مجايبك انا نخدم بيزارية، شتي واو توانسة في كل بلاصة ما خلينا تقول بونجور تخش تقول بالسلامة والله والله توانسة ما شاء الله عليهم موجودين في البلدان الكل، وسبحان الله كل بلاد نمشي لها نلقى تونسي يفرح بيا ويقول لي اسمعي المرة الجاية فما شوتيل جي لداري مرحبا بك. ردة فعلهم هي بيدها كيما في تونس توانسة اللي في تونس به خلينا نقولوا توانسة اللي بدوا عايشين في فرنسا، ردة الفعل هي بيدها ولا لا؟ اي انا هكا صعوبات تحب تبدل ساعات ولا لا عندك لا لا الأرياحية؟ لا 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 معناها بصفة عامة التونسي عنده الكرامة ويفرح بيا ومعناها ما شاء الله عليه، اما يمكن اللي عايشين لبرا يتوحشوا اكثر بلادهم وكي يشوفوني يشموا عليا ريحة تونس. برغم اني انا مانيش مولوده هنا وكبرت في فرنسا وعشت في فرنسا، اما اللي هما انا تونسيه ونجيب لهم شويه ريحه تونس في البلاد اللي نمشي لها. اي شفت لطفي العبد اللي بارتاج العروض نتاعك يعطيه الصحه يرحم والدي وحده هكاك اي وحده وكي هو بارتاج حتى انا بارتاجيت اول مره بارتاج وقت مشيت لكندا عملنا مهرجان في كندا واول عام في المهرجان هذاك الفستيفال دو ماغريب دو رير اي هو وحده يعرف لي هذاك سي لا بروميير فوا دونك الا بارتاجي ويعطيه الصحه وكثر خير حاجه باهيه. دونك علاقتك مع لي زارتيست في تونس باهيه؟ اي ما نعرفش برشا فنانين نتاع تونس، نعرف نضال سعدي، نعرف لطفي العبد اللي جاتني واجهه جندوبي برشا مرات يعطيها الصحه، نعرف يونس الفارحي خدمت معاه في نسبتي العزيزه وكتب لي دور في حلقه دونك نعرفه ونحبه برشا، نعرف ريم رياحي تعرفت عليها في فرنسا بالصدفه ولينا اصحاب وتبركل عليها، كتبت لسميره مقرون اون ايشانجي دي ميساج تري جونتي اوسي ما شاء الله عليها، ما نعرفش برشا فنانين اما اللي تعرفت عليهم ما شاء الله عليهم. حاجه باهيه انك تربط علاقه باهيه مع الفنانين التوانسه، تخمم تعمل هكا يمكن ثنائيات معناها ديو ماذا بيا؟ تخمم فيه؟ ماذا بيا وخممت في مسرحيه مي مازال ما نقول لكمش حتى توصل خايف انا عندك معناها ما بدات تسرق نو نو ما نحبش ناخذ روحي بالعين وما نحبش خليني بالستر خير فما مثل يقول فيت فوز افير اون سكري لا ريوسيت سو شارجورا دو بوي يقول لك كيفاش هي كل شيء يعملوا بالستر باش لا ربي يكتب لك ان شاء الله خير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عندي 19 سنه نقول نحب صغير نحب صغير ما حبش يجي ان شاء الله على المسرحيه ما عادش نحكي نسكر فمي ربي يسهل لك يا ربي ان شاء الله انا حلمي نخدم في بلادي. تعرف احنا اللي مولودين لبرا مشكلتنا منحسوا بلاصتنا لهنا لغادي وقت احنا معناها في الكونستركشن نتاعنا انا كي كنت صبيه معناها منحس روحي بلاصتي لهنا لغادي خاطر في فرنسا يقولوا لنا سالا غاب رونتري شي فو كي تجي لهنا مازال ما حليتش فمك تبدا لابس كيفهم تدخل في حانك بونجور لا فرونس سافا تيني فرونس نتاعك هو كيفي كيفك نو اي اون فيت حد ما يستعرف بك. وقت عديت في التلفزه التونسيه ولوا يستعرفوا بيا اللي انا تونسيه، وليت كل بلاصه نمشي لها يقول اهلا بالجربيه صفا مرحبا بك في بلادك، يجي الحمد لله يا ربي. دونك صفا توا بديت نفرح، مي حاجه اخرى هنا نجم نلبس اي دور خاطر وجهي كيما وجه الناس الكل، اما كان باش نعمل فيلم ولا مسلسل في فرنسا يعطوني لو رول نتاع فاطمه مسكينه عرسولها بالسيف مع ولد خالتها ولا ولد عمتها ويضرب فيها كل يوم ديما نفس الدور وديما نفس الحكايه وديما ديما نفس كليشيه اللي عندهم على العرب، الوغ كو هنا نجم نمثل اي دور سون بروبليم. يعني انت توا تحب تخدم في تونس تعمل سينما تحب تعمل مسلسلات حلمي انا كي نحكي مع الفنانين يبهتوا خاطر يقولوا لي احنا نحلموا باش نمشوا نخدموا برا مي انا العكس معناها مثلا كي عملت دور في نسبتي العزيزه ليا انا شرف كبير على خاطر اهلي الله يرحمهم شنو اللي يربطهم ببلادهم هي التلفزه التونسيه، دوك وقت نروح للدار نشوف في اهلي يتفرجوا في التلفزه التونسيه نتمنى النهار نوصل لها، دوك وقت عديت في نسبتي العزيزه بابا الله يرحمه فرحان على الاخر وقت يشوفني يقول لاصحابه شوف وشوفوا بنتي تمثل في تونس، دونك لي انا شرف كبير معناها العكس ما مش حاجه كبيره كان باش نمثل في فيلم في فرنسا فرانشمون ما يهمنيش اما بلادي ان شاء الله تمثل في تونس ونشوفوك في ادوار إن شاء الله. كبيره مجيوك عروض ولا لا ساميه بعد نسيبتي العزيزه؟ ليه مره كلموني على مسلسل ومن بعد ما رجعوليش. مسلسل شنو؟ والله نسيت واحد كلمني وقتها كنت في كندا فكري كنت في كندا وكلموني قالوا لي حابوا يعملوا مسلسل للتلفزه الوطنيه حرقه معناها لا باش يعطوني انت تعرف مريم مش حرقه
يمكن ما عملوش ما عملوش المسلسل ما نعرفش. اما كلموني مره وانا فرحت على الاخر خاطر انا تقول لي حاجه سيئه قايده في مخي نقول سيئه نفرح كما قلت لكم بكري نحرق روحي بروحي وحدي نبدا فرحانه نحكي للناس نقول واه كلموني على مسلسل كذا ومن بعد في الاخر حد شيء. دونك نتمنى نهار ان شاء الله نحقق الحلم هذاك. يسمعوا فيك كاين تخم وتحبوا سيميا اورزمان تكون معاكم دونك كل مواري تحب تخدم خدوني معاكم خدوني خدوني كيما البنيه بايره تبقى قاعده تستنى اختها شي يخطبها سورتو كنت بايره ذي حتى بايره اللي راه احنا في جنوب في جنوب فما في الجنوب مازال يحكيوها مي بيان سور توصلي ل 40 فوق ل 40 يقولوا ساهي مسكينه ما عاد بياخذها كان شي باني مسكينه شكون باش تاخذ مالوغوزمون انا ضد هالكلمه هذيا على خاطر كماش العرس هذيا مرحله من المراحل تنجم توصل لها تنجم ما توصلهاش. اما فما بلايص وين سي ان ستاتيو سوسيال كانك مش معرسه ما يقدروكش وانا ريتها حتى معناها في جماعاتنا في في منزلنا كي تجي تشوف البنيه كي توصل ان سيغتان اج ليها هي معناها اللي يقابلها يقول لها ان شاء الله ربي يجيب لك مكتوبك يا بنتي وان شاء الله ربي يسهل عليك وبعد ما تعرس وقتش تجيب صغير فوالا تسمع يا مريم وكي تجيب الاول وقتش الثاني وكي تجيب الثاني ما مسلسل ما يوفيش مسلسل ما يوفيش بالضبط. تفرجت فيك في فكره سامي الفاري عملت ديفي باش تبعث ماري لو بين ميساج اي بعثت لك رجعت لك ولا لا؟ نو ما رجعتليش عملت فيو ميم با ميم با ما حلتوش ما حلتوش شنو بعثت لها انت وقتها؟ يمكن بعثت لها نحبك برشا وقلب حاجه كيكا سيتي سا لو ديفي نو مي سيتي ان ديفي انا اللي حداني نعملها صاحبك راجل خويا نلعبوا في تصريح ليك زيدا في حوار قلت انه علاش انا سالتك قبيله سيميا على جمهور الفرق بين جمهور تونس وجمهور فرنسا خاطر انت قلت قبل انه في تونس فما حريه اكثر من فرنسا فما حريه في حاجه اخرين مش كان في نحكي بصفه عامه مثلا هنا تنجم تطلع سيغ سين وانت متحاجبه فما حتى مشكله غادي كيلقوها غريبه. انا علاش الفولاغ لبستها بطريقه هذه على خاطر مستحيل كان باش نلبس لهم حجاب عادي جامي ما يقبلوكش؟ نو ما يقبلونيش وثاني حاجه ما يجوش يتفرجوا عليا جمله خاطر يحطوك دون اون كاز فهمتيني كيفاش؟ انا في الباسبور التونسي عندي ان فولاغ سيغ ما تيت في الباسبور الفرنساوي ناحيته وين الحريه؟ انتخ نو وين الحريه؟ حتى با مال دو فوا صارت بوليميك على البركيني زاد حتى في فرنسا. إيه إيه الوغ كو اون فيريتي حتى في تونس. هاو سا مايو دبان سا مايو دبان قماش معناها يغطي بدنك الكل ولا يغطي كان شويه شنو هو الفرق؟ اي كان تجي تحكي لي على نظافه سانا اوكان سونس فهمتي؟ معناها اليوم هما الحريه كيما يختاروها هما مش كيما تختاريها انت. انا فما مدير مسرح قبلني في البيرو نتاعو وبدا يجبد لي على الفولاغ. قال لي وي وعلاش وكيفاش وفما بلدان وين المراه تتضرب باش تنحيه قلت له داكور وسا سي اون ريزون باش هنا انا نتضرب باش نخليه قلت له اذا انا حره انا نختار حريتي وانا نختار كيفاش نلبس حوايجي وكيفاش نتصرف هيك ولا قال لي وي مي كوميم معناها شد صحيح يحب يقنعني حب يقنعك باش نحي الفولاغ اي يحب يقنعني ولا ما عادش نحكي عليه مي خويا حريه التعبير وينها هذا في فرنسا في فرنسا في تونس ما صارت لكش نو في تونس لا في تونس فما مشكله اخرى اللي ان وقت يشوفوك لابسه فولارا يحسبوك بوليتيكمون tu fais partie de nahda forcément alors que pas du tout en vérité tu vois c'est juste ça qui est dommage en fait خاطر انا قلت لك معناها السياسه ما فما حتى شيء و je suis pas pour mélanger la politique et la religion pour moi ça n'a pas de sens فهمتي كل واحد يلزم يكون حر يعمل اللي حبه هو ومش يفرضوا عليه حاجه اكيد وانا معك وفما برشا ناس معناها يحسبوني تبع النهضة الوغ كو جامي دو لافي ما حكيت عن النهضة تي وا اي فما دي كليشي دي ابريوري اي جتروف كو سي دوماج معناها خسارة معناها علاش تو كاتالوج لي جون غير خاطر عندي فولارة فوقاش واحد كيتا هذه في مسرحيتك على الاقل دور وتحكي في المسرحية توصل الميساج لا خاطر ما نحكيش على سياسة جملة نحكي على حتى سياسة لا 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 نحكي على بوليتيك لا نحكي على حاجات أخرين مهمة ما نحكيش على سياسة نحكي على العباد نحكي على تصرفات نحكي على دي سيتواسيون يضحكوا ما باش نحكي على سياسة لا فما ديجا برشا فنانين يحكيوا على سياسة خلينا نبعد عليها أقل مشاكل أحسن والله خير زيرو بوليتيك كيفاش نخرجوا خاطر كان تدخل أنت باش تختار مثلا البارتي هذاك اللي ضد البارتي اللي أنت اختارتيه الكل يولوا يكرهوك الوغ كو اون فيغيتي أنا نجي باش نجمع العباد مش باش باش نبعدوا على بعضهم ماهوش معاك سامية فما اللي يقول لك الفنان لازم يكون عنده موقف لازم يكون عنده راي مي هذاك رايو لازم يعبر رأي على رايو وانا رايي العكس انا نقولوا عليك بين قوسين خوافه تخاف لا انا ما نخافش جايه باش نجمع العباد مش جايه باش نفرقهم
فهمتي؟ ابخي كل واحد ورايه، حتى ولكن جيت مقتنع بشيء هذاك باش نجي نقنعك انت، انا مانيش نخدم في السياسه، انا فنانه. ولو اقترحوا عليك ساميه تخدم في برنامج في تونس تقبل؟ تكون كرونيكوز باغ اكزومبل؟ بالطبيعه تقبل. اتون انا لو جوست سبله باش نروح لبلادي. كان نقول راجلي شوي ديزولي ما نجمش نقعد في باريس على غالب، جاتني خدمه في تونس. ما خممتش تستقر في تونس؟ ماذا بيك؟ هو بوغ لاستون ما يحبش يجي معايا. ما يحبش؟ نو no, صعيب عليه. هو ديجا سايب المارتينيك باش يمشي لفرنسا، باش نجيبه من فرنسا باش يجي معايا. صعيب شويه. ياسر عليك. نرجعوا للبرنامج، البرنامج لو تونسي دونك تقبل، فما برنامج معين هكا في بالك؟ لا نسمع لي فما بوكو دو ديميسيون دو راديو كي سون انتيريسون. تحب راديو؟ تحب تلفز؟ ولا راديو ولا تيلي اللي فما. مي قلت لك انا نلوج جوست على السبله باش نفصع. اي سيميه توا انا كي نعيط لك تكون كرونيكوز ولازمك تكون عندك راي، لازمك تعبر على رايك، تقول انا نحب هذا، هذا ما نحبوش، هذا ننقدو، هذا معاه، هذا ضد. كوني مشكله هون ما نجموش نخدموا مع بعض. لازم نحكي على السياسه، نجم نحكي على برشا حاجات اخرى. نحكيو على كل شيء، اذا ايميسيون تاع فيها دي كرونيكور لازم تحكي. دونك سيكا لا لازمني نركز باش نفهم ديجا كلامهم، خاطر العربيه الفصحى زيرو. مش كلهم يحكيو بالعربيه الفصحى، يحكيو بالعربيه بالدارجه. الاكثريه اللي شفتها تحكي على قيس سعيد رئيس الجمهوريه، هو اللي يحكي بالعربي. حتى اللي يمثلوه، انا مره استدعوني في اذاعه في بوحاسيلو في اذاعه، جاء واحد يحكي على السياسه ربع ساعة ما فهمت منه حتى كلمة، خاطر أنا قلت لك الكلام تاع الدار نفهمه، يخرج من دار دارجة معناها. إي تجي تحكي لي على الدستور وعلى النواب على شي نواب 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 فوالا تي فوا ديجا باش نقولها صحيحة ما قديتها نواب. باهي دونك وكان يعيطوا لك تعمل برنامج وحدك، شنو هو نوعية البرنامج اللي تحب تعمله؟ ضحك 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 على كل شيء، على يمكن على ليزاكتواليتي انسوليت، نبدا نحكي لك على شنو صاير في العالم اما بالنظره نتاعي. مزيانه ان شاء الله ما يسرقولكش البرنامج. يسرقوا البرنامج ما يسرقوش الموهبه هيك يقولوا الموهبه. تبارك الله عليا، تبارك الله عليا هيك. مازلنا كنا نحكيو يا سامي. يلزمني حد نتعلم نحكي كما تونسي. نشكر روحي. خلينا ساكتين. باهي باش نعطيك مجموعة أسئلة وأنت قول لي معاه وإلا ضد. معاه وضد الغشة في المسرح. الغشة؟ الغشة معناها فما إيحاءات. نو الغشة كيفاش نقولوا؟ نو نو فهمتها لي سوز أنتوندو. لي سوز أنتوندو أنت وسا ديبون. إذا فيه ضمار وضحك تنجم، مي أنا مش جوي. لا. أنا مش جوي. مسرحيتك عائلية معناها 100%. اي عائليه، وديجا باش نحكي على لا بروكرياسيون ميديكالمون اسيستي على الاولاد كيفاش صعبت عليا، ديجا قعدت نخمم لها كيفاش باش نوصل باش نحكي حاجه ما تجرحش العباد وما تحطش لي جون مالاليز. يعني حطتها في مخك اللي انت لازم تكون المسرحيه نتاعك يتفرجوا فيها العائله، ما يتحرجوش ما يحشموش. عفت المشكله في الوقت هذا للفنانين بصفه عامه يحكيوا على دي زيستوار اون تو لا سانتور تحت السبته باش يضحكوا بها العباد، اما انا لقيتها هذيك حاجه سهله برشا. شوف تنجم تضحك بتسهيل على الشيء هذاك. وانا يذكروني في الصغار وقت كانوا في الماتيرنيل يقولوا قالت خرا قالت خرا فوالا هذه هي. ما نقولوهاش في الراديو ما نقولوهاش. سامحني قالت بيبي قالت كاكا. شوف لي انا سي لو ميم نيفو مي افيك دي مود ادولت. سيتيش ما ناخذوش عليها سيميا، ماهيش مستانسه بالراديو ولا غالب في المباشر. سامحوني مسجله انا عملنا لك هكا مقسطه خساره مباشر ديزولي. تتفرج على مسرحيات توانسه؟ تمشي تحضر كريم اللطفي؟ تفرجت على لطفي العبدالي وقت جاي الجربه مليها برشا. عندها برشا قد ايه هذه؟ ما نعرفش يمكن 5 سنين حاجه هكاك. توا ما تتابعش ما تمشيش مسرحيات ما عندكش كرسي؟ عندي برشا ما شفتش. نو no, مش ما عنديش كيوريزيتي ما تفاضيتش. نخدم برشا ومعناها قليل اللي نبدا عندي وقت لي انا. دونك ما لقيتش الفرصه. شكون تحب تمشي تتفرج عليه توا؟ ديجا لطفي وقت باش يعاود يجي الجربه باش نمشي نتفرج عليه. تمشي تتفرج عليه. عمل لي شهر يلزمني حتى انا نقوم بالواجب. وي. في بالك انت توا كي نشوف عدد العروض اللي عندك الحمد لله ما شاء الله، دونك تتسمى محظوظه ساميه. سافا عندك لقيت حظك في بلادك موجوده. حظك؟ حظك معناها عندك لا شونس. الحمد لله.
الحمد لله نعرف لي فما برشا ناس يحبوني خاطر كي ندب في الشارع ديما يعملوا لي قلوب هيك بيديهم ولا يجوا يسلموا عليا يقولوا اوه تبارك الله عليك كيفاش نحبك. انا متاكده ليا ما تعرف شيء ما تعرفش اللي فما مشاكل على المهرجانات وعلى برمجه المهرجانات وعلى البروغراماسيون وهذا تبرمج وهذا لا وهذا موجود وهذا مش موجود وهذا متغش على مدير مهرجان والاخر متغش على فنان. نو صاروا لنا كمان شويه مشاكل وقت عملنا ان بوتيت تورني وحدنا إيه نعرف لي مثلا كنا عملنا بروغراماسيون باش نعملوا سبيكتاكل دون ان اندرو اخر لحظه يلو انولي ورصتنا دبرنا ساره واحده اخرى دونك تحس باللي هما ما همش حابيني انت تجي تعمل سبيكتاكل غاديكا اما مش مشكل انا تسكر الباب نطلع من الشباك مش مشكل مش مشكل مش مشكل. كملين معاك سمير نمشيو نعملوا ترتيحه بالموزيكا ومن بعد نعاودوا نفكرهم بالعروض وقتاش باش يكونوا موجودين فين باش يكونوا موجودين حضر ليست نتاعك. اوكي نمشيو نسمعوا الشيرين.